هذا سائل يقول: إذا كان قبر والدي على طريق سفر، فدخلت بالسيارة إلى المقبرة ومعي أهلي لكي أدعو له، فهل يجوز ذلك؟ لا، وقف السيارة برا وادخل وسلم على القبر، لا تدخل بالسيارة إلى المقبرة ومعك أهلك. نعم. وكذلك حفظك الله، سؤال قريب منه يقول: أثناء تشييع الجنازة تكون معي زوجتي، فهل لي أن أدخل بها وتجلس في السيارة لأشيع هذا؟ خل زوجك ببيته، وشو تروح بها للمقبرة؟ نعم.